اكيد عارفين طبعا ان احنا بنترقب حاجه واحده، بطوله ابطال الدوري، المباراه النهائيه اللي طبعا النادي الاهلي خلال المشوار نجح فيها للوصول للمباراه النهائيه، وعلى حساب طبعا الوداد المغربي. طبعا في انتظار النتيجه اللي هيسفر عنها بكره ان شاء الله مباراه الزمالك والرجاء، مباراه طبعا ده مباراه نصف النهائي او العوده يوم 27 نوفمبر. ده يوم اعتقد دلوقتي كل جماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وكل من يحب كيان النادي الاهلي، 27 نوفمبر ده تاريخ محفور دلوقتي في ذاكره كل واحد فينا، مستنيين ان شاء الله باذن الله الكاس اللي غابت عننا سنين طويله. يعني عايز اقول لكم ان دلوقتي العمل على قدم وساق زي ما بيقولوا، موسيماني مع سيد عبد الحفيظ مع الاداره كله بيخطط وكله بيجهز طبعا لهذه المباراه، وان شاء الله باذن الله الثلاثيه. احنا مشينا مشوار طويل جدا في دوري صعب حققناه بجداره، ماشيين كويس قوي كطبيعتنا في كاس مصر، لكن طبعا البطوله الاهم هي البطوله الافريقيه، وان شاء الله باذن الله الثلاثيه تكون في نصيب النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله.